طبعا النتيجة إلى عالم العطور. يمكن تكمن بالعطور أهمية، إنه هي دائما العطور قادرة تكمل شياكتنا كنساء وكرجال أيضا، بمجرد ما نكون لابسين وشو عاملين بحالنا، إذا مش حاطين رشة عطر جميلة فبيكون في شي ناقص، بصير أكثر جاذبية لما بيكون العطر موجود، خاصة لما بتفوح هيك رائحة زكية باذخة الجمال. الإنسان الباحث دوما مشاهدينا عن أناقة ملفتة دايما يسعى لاقتناء أجود أنواع العطر وأطيبه ليملأ مساحة المكان اللي بيشغله سحر وأريج، بعد ما يجبر الأنوف دايما على سحب أنفاس عميقة للتمتع شذا العطر الفواح الجميل. العطر الجميل بيعكس دايما درجة ذوق الإنسان أيضا، وبنفس الوقت ترفه، لأنه بعضها فعلا بتكون أثمانة كتير باهظة ومن الماركات العالمية اللي ممكن أنه يشتريها أي حتى المواطن البسيط. بشكل دايما العطر أهمية كتير كبيرة، فينا نقول أهم لمسة جمالية بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، وإن اختلفا يمكن بطريقة التعامل مع العطر، بالرغم من كونه مجرد يمكن تفصيل صغير بينصهر بالمظهر الخارجي للشخص، إلا أنه استخدامه يعتبر من الأمور اللي بتحرص عليها المرأة أكثر من الرجل، أملاً يمكن بلفت الانتباه إلى أناقتها وجمالها. أما الرجل إذا كان عم يستخدم بقى عطر فيراري جديد بنكهة عربية، ما بعرف شو ممكن يعمل بالأجواء. منتبع سوا. برغم ندرته التي تجعله أغلى من الذهب وموطنه البعيد في جنوب شرق آسيا والوقت الطويل الذي يستغرقه للتكون والتشكل، إلا أن ذلك لم يمنع العرب منذ القدم من أن يمتلكوا سر صمغ العود الراتينج ويتقنوا صنعته وحرفة التعامل معه. فإلى جوار عبق العود العميق القوي نجد أطيافا من رائحة المستكة والكمون. هذه الروائح والنكهات جميعها تمتزج مع بعضها البعض لتنتج تلك التوليفة الاستثنائية لعطر فيراري عود أسنس. عطر العود هو بالمنطقة العربية من أجود أنواع العطور، وفيراري بما أنه في عندها سمعة عالية بمنطقة الخليج ومن أشهر الماركات اللي الزبون الخليجي بيتواصل معها، قررنا أنه نعمل صنف يكون عم بيتواصل مع الزبون الخليجي مع الزبون المحلي، بس كمان مع هيدا وكله اكتشفنا أنه في رغبة كتير عليها بأسواق العالمية كمان. والتي تتماهى مع التقاليد العريقة للعطور العربية، حيث الغموض والأسطورة والغرائز البكر تجتمع مع الإحساس بالرقي والتميز والتفرد معا في زجاجة واحدة. ومن أجل إحساس أعمق بالرجولة، فهناك اللون الأحمر الذي يحاكي اللون الميتاليك ذو ثلاثة طبقات المسمى روسو مارانيلو، والمصمم خصيصا ليغطي الهيكل الرائع لسيارة فيراري 4. طبعا هذا العطر بتعرف مثل ما خبرتك انه هو هذا العود، وبتعرف انت العود مشهور بمنطقة الشرق الأوسط وبالخليج، فصنع خصيصا لهالمنطقة هذه.